هون تذكروا انه احنا عملنا هون بدينا بهاك كانه احنا بدينا من الفريم من البيس واللي راح نعمله من البيس راح نعمل روتيشن ترانزليشن روتيشن ترانزليشن بس كل مره بعمل بين الروتيشن والروتيشن الترانزليشن مش مشكله كتير بس الروتيشن كل مره بعمل روتيشن عمالي بعمل حوالين الحالي بعدين بعمل حوالين الجديد بعدين برد بعمل حوالين الجديد هيك كنا نعمل بالاويلر مظبوط كنا نعمل روتيشن وبعدين الروتيشن اللي بعدها حوالين اكسس جديد يكون حوالين الاكسس اللي نتج عندي مش الاكسس الاصلي اللي هذا انترنزك متذكرين انترنزك واكسترنزك اذا هذا صحيح اذا كاني عم بعمل اويلر بهذا الاتجاه راح اعمل اوبريشنز بالعكس على فيكس فراح ابدا بالماتريسز ابنيهم وبعدين اعمل هاي اول اوبريشن راح تكون وهاي ثاني اوبريشن وهاي ثالث اوبريشن وهاي رابع اوبريشن تذكروا كمان شغله ثانيه انه الهوموجينيس ترانسفورميشن بتلها معنيين لها تفسيرين شو هم التفسيرين التفسير اللي احنا بهمنا هون هو الاورينتيشن تبع الفاينل فريم بالنسبه لمين الاورينتيشن والترانسليشن عفوا الاورينتيشن والترانسليشن بالنسبه للفريم 0 بالنسبه للفريم 0 بدنا نلاقي الاند افكتور فالترانسفورميشن هوموجينيس ترانسفورميشن راح تكون بتمثل الاورينتيشن والبوزيشن تبع الاند افكتور بالنسبه للبيس او اذا عندي هون فيكتور موجود ومعرف بدلاله اخر فريم الاند فريم بقدر اعمل عليه ترانسفورميشن واطلعه بدلاله زيرو فريم اوكي ماشي واضحه هلا بالنسبه لهاي هلا بالنسبه للروبوت كله ككل شو راح يصير عندي هلا هذه بس للينك وحده اذا عندي 5 ديجريز 5 جوينتس او 6 جوينتس شو راح استعمل من هذول اطلع 6 لكل لينك لاحظوا هاي اللينك نقلت لي من الاي ماينس 1 للاي في وحده راح تنقل لي من الاي للاي بلس 1 بعدين وحده تنقل لي من الاي بلس 1 للاي بلس 2 لحد ما اوصل الان هذول الان اذا ضربتهم كلهم في بعض شو طلع معي ايش اسم هالماتريكس هاي النهائيه الفورورد كينيماتكس هاي الفورورد كينيماتكس الان صارت مش هيك بدلاله ايش راح تكون اذا كانوا كل الجوينتس ريفوليوت ايش راح يكون الفاريبل فيهم كلهم ثيتا اي ودي راح تكون كونستنت والفا راح تكون كونستنت واي راح تكون كونستنت اذا كانوا كلهم بريزماتيك راح تكون دي هي الفاريبل وراح يكون هذا كونستنت 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 وحسب طبعا اذا الجوينت اللي بتكون بريزماتيك راح تكون ثيتا كونستنت الجوينت اللي بتكون ريفوليوت راح تكون دي كونستنت بعوض الجوينت سبيس في الفورورد كينيماتكس ماتريكس بطلع لي الاورينتيشن تبع الاند افكتور والبوزيشن بالنسبه للبيس فريم وهذه هي مبدا الانفرس كينيماتكس